اللي يشوف هالمقطع هذا ويشري البزرين وهالالعاب هذا ظالم لنفسه ولبنيه. طبعا يا طول العمر ما رايح نولع هذه نور هنا الا بس عافه هذه، ولو معي دربيل ولعته بالدربيل، كان اولع بالدربيل لانه خاطره الصراحه خاطره خاطره. والله يا طرف يدك اني غادي مثل طرف هالعسيب، انك ما تميز اصابعه من عروقه من عظامته. واللي طول العمر يبي ناظر هالمقطع ويبي يشري البزرانه عاد خلف الله يعيد يطول العمر عندك المستوصف الاقرب عياده. الحين طول العمر نبي نشبه بهالعسيب من الخطر مبعدين عنه، لان فعلا الان ناظر وش عملت بقدر الضبان بقدر الضبان. تعال هنا عند النور، تعال هنا اول حاجه صور الارض، تعال 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 ناظر وش عملت بقدر الضبان اللي قلنا لكم تو.